المساء منافساتنا مستمرة مشاهدينا الكرام، وشوطنا الثالث ينطلق في هذه اللحظات، والكلمة مع الزميل الكريبي بن جابر المري. بسم الله الرحمن الرحيم، باسمه نبدأ وعليه نتوكل، ومنه دائما وأبدا نطلب السداد والتوفيق يا رب العالمين. بداية موفقة لانطلاقة الشوط الثالث بتعداد أشواط هذا المساء مع منافسات سن الإجذاع والإمتاع الحاضر بانطلاقات الشعارات المتواجدة على أرضية ميدان التحدي. لنبدأ معكم ونتعرف على الأسماء اللي حاضرة معنا في المقدمة، ومع أيضا دائرة الأسماء الخمسة الأولى. أول المراكز، أول الأسماء، شعار هجي الشحانية يسيطر بانطلاقة على المركز الأول بانطلاقة غناعة لهجر الشحانية، تضمير عند محمد بن خالد العطية. المركز الثاني التقدم من مثيرة تحمل شعار هجي الشحانية، يتابعها سالم بن فاران المري. ننتقل إلى المركز الثالث لنتابع عرقة على الثالث التحديات، تحمل شعار سعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود بن عبد العزيز الثاني عبد الرحمن الكبيس اللي يتابعها بعملية التضمير. المركز الرابع أتابع تواجد منصورة لهجر الشحانية، تابعها سالم بن فاران بعملية التضمير. والمركز الخامس وأيضا تسلل من شعار هجر الشحانية وتقدم هذا الشعار برفقة المضمر سلطان بن محمد الوهيبي، من يقدم لنا انطلاقة وتواجد يزن اللي وصلت بهذه اللحظات. هذا هو النداء للأسماء الخمسة الأولى الحاضرة والمتواجدة بمسيرة هذا الشوط. ومع هذه الانطلاقة نعود مجددا إلى المركز الأول لنتابع مجريات أول المراكز. تغيرت من قبل عرقة اللي انطلقت على أول المراكز، تحمل لنا هذا الرقم واحد وتتواجد على المركز الأول، تحمل شعار سعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود الثاني عبد الرحمن الكبيس اللي تابعها بعملية التضمير. المركز الثاني من الجانب الأيمن تواجد مسيرة بمسيرتها الحافلة بالإنجازات، ومسيرتها أيضا الحافلة بأيضا تسجيل النقاط الذهبية وبرفقة الذهبي، تحمل شعار الشحانية يتابعها سالم فاران المري بعملية التضمير. المركز الثالث التقدم من يزن اللي وصلت تتزن أمور هذا الشوط بانطلاقتها مع ثالث المراكز، تحمل لنا هذا الاسم من ثلاثة حروف وتسير على المركز الثالث، تحمل شعار هجر الشحانية يتابعها سلطان بن محمد الوهيبي. المركز الرابع من الجانب الأيمن وتابع تواجد منصورة، أو هذه قناعة اللي على المركز الرابع تعود مكان هجر الشحانية يتابعها محمد بن خالد العطية. المركز الخامس التقدم من منصورة لهجر الشحانية يتابعها سالم بن فاران المري بعملية التضمير. هذا هو النداء الثاني للأسماء الخمسة الأولى الحاضرة والمتواجدة. أيضا شوط قوي بانطلاقته بعدما تابعنا أيضا أشواط الرئيسية الحاضرة في هذا المساء، وشاهدنا حشمة اللي فازت في أول أشواط الإفكار، كانت حامل شعار هجن الشحانية، تابعها الشبل جابر بن سالم بن فاران حينما أيضا انتزعت ناموسي أول أشواط الإفكار، وكذلك حضر موفق في الشوط الذي قبل قليل بشعار هجن الشحانية، ورافق هذا الشعار الذهبي سالم بن فاران المري من قدم لنا موفق ووفق بالانطلاق مع أشواط القعدان. لنرى ونتابع هذا الشوط ونرى أيضا انطلاقة الأسماء، وما زلنا أيضا لا نعرف من صاحبة هذا الشوط بانطلاقتها، لم تتضح أمور هذا الشوط بهذه المسيرة، لكن الأمور ما زالت تسير لصالح المقدمة. تغيرت أمور الصدارة، أيضا الصدارة تغيرت من قبل الأسماء الحاضرة والمتواجدة. مسيرة قادت الأسماء سيطرت على المركز الأول مع النداء الثالث والاقتراب من انتصاف المسافة وتجاوز هرافة 3 كيلومترات، تحمل شعار هجر الشحانية تبع حسالة بفران المري. المركز الثاني
يزن لهج الشحانية يتابعها سلطان بن محمد الوهيبي، ثالثا حاملة الرقم 3 يا لحالات الصدف على المركز الثالث قناع لهجن الشحانية محمد بن خالد العطير مشاقب اللي تابع انطلاقة قناع المركز الثالث. المركز الرابع هذه منصورة والصورة الواضحة اللي تابعها من شاشة قناة الريان الفضائية الناقلة لأحداث ووقايع هذا السباق. منصورة تحمل شعر هج الشحانية يرافقها بالتضمير سالم بفاران المري، اراها ايضا بدات تتسلل وايضا تستلم زمام الامور بانطلاقتها. المركز الخامس وخامس الاسماء، خامس الشعارات حضور وانطلاقه المركز الخامس عرقه تحمل شعار هذا الشيخ ثاني بن علي بن سعود بن عبد العزيز الثاني عبد الرحمن الكبيس اللي تابعها بعمليه التضمير. نعود الى الصداره لنتابع معكم الاثاره، لنتابع معكم هذه الانطلاقه والاسماء الاربعه الحاضره في المقدمه والمتنافسه. شعارات هجن الشحانيه الذهبي والمشاقب والعملاق في حوار جميل مع هذه الاسماء المتواجده، الاسماء المتقدمه بقياده مسيره او منصوره على المركز الاول، منصوره على الصداره على القياده لهجن الشحانيه يتابعها بالتضمير سالم بفاران المري المركز الثاني. تقدمت قناعته الفوز، قناعته ايضا الناموس بانطلاقه المركز الثاني. تحمل شعار الشحانيه يتابعها بتضمير المشاق محمد بن خالد العطيه من اطلق عليه مسمى الحوت اللي رافق ايضا انطلاقه قناع المركز الثاني. المركز الثالث هذه اللي تسير مسيره لهج الشحانيه مع الذهبي سالم بن فاران المري. المركز الرابع التقدم من قبل يزن على رابع التحديات، تتابع مجريات الاسماء المتنافسه الثلاثه الاولى في مركزها الرابع تحضر وتحمل شعار الشحانيه، لكن اللي تابعها سلطان بن محمد الوهيبي يراقب اوضاع هذا الشوط العملاق بانطلاقته بمسايرته بمسيرته وبتواجد الاسماء المرافقه القويه. المركز الخامس وصلت الاسماء، يا سلام هذا السيل الجارف اللي تابع الكادر الاسفل، تقدم الأسماء والشعارات واول الواصلات بصمه، وصلت بصمه لاول ندى تحمل شعار الشحانيه تبعها سلطان بن محمد الوهيبي، وكذلك تقدمت بهذه الانطلاقه واتت بهذه اللحظات السيليه قائده لهذا السيل الجارف لهج الشحانيه سلطان بن محمد الوهيبي تابعها بالتضمير. لكنني اعود الى الصداره لاتابع مجريات المقدمه. الله منصوره 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 اخر اسم تدون في كشف التعليق وهي اول اسم تفتتح مجريات الكيلومتر الاخير بانطلاقتها بانفرادتها على المركز الاول لهجن الشحانيه تابعها سالم بن فاران المري مع المركز الاول ومع انطلاقه اول المراكز بدون تعليمات عصاها بالفطان اداءها تلقائي عرضها جميل عبر الجهاز اللاسلكي. الله مسيره او منصوره، منصوره على المركز الاول مسيره على المركز الثاني ايضا تحمل نفس الشعار ويرافقها نفس المضمر الذهبي سالم بن فاران المري. المركز الثالث التواتر من لهجن الشحانيه سلطان بن محمد الوهيبي يتابعها بالتضمير. وين منصوره؟ منصوره بعدت المسافه، بعدت المسافه انطلقت بهذه الصوره الواضحه الجميله. يا ابو شارب عطنا منصوره في كادر واحد بانطلاقتها او يا اخوي محمد فيضي لنتابع انطلاقه وتقدم منصوره الحامله لشعار هجن الشحانيه. هذا الفارق اللي نتابعه ما بين او ما بين الاسماء. أشكرك يا مخرجنا على هذه الصورة الجميلة الواضحة لانطلاقة منصورة ولحظة وصولها لخط النهاية معلنة الفوز والناموس. وللمعلومة بدون أي أوامر عصاها مغروزة بالبطانة هنيجي الشحانية، والثانية لسالب فاران المري المركز الثاني. وصلت مسيرة لهجن الشحانية المركز الثالث، يزن لهجن الشحانية المركز الرابع، غناء لهجن الشحانية المركز الخامس، وصلت السيلية لهجن الشحانية. مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء تابعنا معكم هذه الانطلاقة وهذه المسيرة وحضور المنافسة
حتى الكيلومتر الأخير، لكن منصورة هي من اتضحت أمورها في اللحظات الأخيرة من الكيلومتر الأخير وقدمت الفارق الكبير والانطلاق الذاتي المميز. توقيتها الزمني 9:10 أربعة أجزاء من الثانية. ثاني التبريكات لنجم شحاني والثاني سالم بن فاران المري على هذا الفوز المساق المركز الثاني. وصلت مسيرة توقيتها الزمني 9 دقائق بلا شك. 17 ثانية أربعة أجزاء من الثانية. ثاني التبريكات لنجم شحاني والثانية للمضمر الذهبي سالم بن فاران المري. المركز الثالث 9:20 سبع أجزاء من الثانية. التهاني والتبريكات نزفها لهجر الشحانية على حصول يزن على المركز الثالث. والثاني سلطان بن محمد الوهيبي. شوط جديد.